عايز اتكلم شويه على الكوره، وده بيبقى الاساسي بالنسبه لنا وبيبقى المهم دايما. كره القدم كل لعبه في النادي الاهلي هي مهمه طبعا، انت بتلعب تحت اسم النادي الاهلي فانت دايما مطالب انك تكسب ايا إن كان انت بتلعب ايه. لكن الكوره اللعبه الشعبيه الاولى طبعا في مصر وفي العالم يعتبر، فالكلام فيها كتير. انا بالتحديد النهارده عايز اتكلم في نقطه معينه او جزئيه محدده، وده بسبب ايه؟ بسبب فترة التوقف الحالية. هي فترة صعبة ومملة ومفيش ماتشات ومفيش اخبار ومفيش احداث، لكن للأسف بنلاقي البعض بيحاول يخلق اخبار، سواء بقى الاخبار دي صحيحة او خاطئة، بصراحة 90% ويمكن اكتر كمان بيبقى خاطئ. بالتحديد بخصوص ايه؟ بخصوص لما بيكون الكلام عن ان الاهلي تعاقد مع فلان، الاهلي جدد مع علان، الاهلي مشى مثلا اي لاعب، الاهلي هيجيب مش عارفين، الكلام ده كله حضرتك وانت بتتابع او انت بتقرا او انت بتسمع الاخبار اللي زي دي ما تصدقهاش اطلاقا، ما تصدقهاش اطلاقا. وانا بدي لحضرتك تاكيد بكده. ليه؟ طالما ما فيش احداث فهتبقى الاتجاهات دايما ناحيه ايه؟ ناحيه اللعيبه ومين قاعد ومين ماشي، وهيبقى اكتر من 90% من الاجتهادات دي خطا، لان مفيش اي حاجه رسمي حصلت. وانا بالتحديد كمان بتكلم بخصوص النادي الاهلي، احنا شفنا الفتره الحاليه والكام يوم اللي فاتوا من ساعه ما كان في توقف دولي والكلام كله على ان الاهلي خلاص هيجدد مع علي معلول، لا علي معلول مش هيجدد، لا اصل مش عارف مروان محسن ماله، لا اصل الاهلي جاب فلان الفلاني، كل الكلام ده يا جماعه مش صحيح. مفيش اي حاجه رسمي حصلت بخصوص اي ملف من الملفات الخاصه بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، سواء ملف الراحلين، ملف تجديد العقود، او ملف التعاقدات مع لاعبين جدد. لكن في ناس بتشوف شغلها، كل واحد في النادي الاهلي عارف مهامه ايه وبيشتغلها بالشكل المطلوب واكتر كمان، الكل بيجهز نفسه. اكيد النادي الاهلي نادي كبير جدا بيسعى دايما لتدعيم صفوفه لانه بينافس على مختلف البطولات وعايز يكسب كل البطولات اللي بيشارك فيها، فالناس المتخصصه في الجزئيه دي تحديدا بيشتغلوا على ان احنا مين احتياجاتنا السنه الجايه هنشتغل عليها ونحاول نجيبها. لكن في حاجه خلصت رسمي؟ لا مفيش حاجه خلصت رسمي. في حاجه اتحددت او ما اتحددتش، او حد جدد او ما جددش؟ لا ما حصلش. كل اللي احنا نعرفه ايه كجمهور للنادي الاهلي؟ ان الاهلي دايما بيمشي من خلال سيستم محدد، السيستم ده انت عارف الاساسيات اللي فيه. يعني الاهلي عمره ما بيتحايل على لعيب عشان يقعد، ودي حاجه احنا عارفينها وشفنا مواقف كتير قوي، عشان ممكن البعض يقول لك انتوا بتقولوا كده وخلاص، لا في مواقف كتير جدا حصلت، ابرزها مثلا موقف رمضان صبحي، الراجل الولد بنفسه طلع قال لك الاهلي اداني ساعه بس افكر، هو الاهلي كده، عكس أندية تانية ممكن تكون شايفة إن دي ده الأسلوب الأنسب بالنسبة لها، يقول لك إحنا نتحايل على فلان والنبي اقعد والنبي ما تمشيش ما تسيبناش إحنا محتاجينك أنت كذا كذا كذا، لا الكلام ده مش موجود في الأهلي. الأهلي بيقدم العروض الأفضل من وجهة نظر واللي تتناسب مع أي لاعب موجود جوه النادي الأهلي، اللي بتتناسب، لأن الأهلي بيقدر أبنائه بشكل كبير قوي قوي وبيقدر جدا جدا مجهوداتهم مع الفريق، وبيبقى في حاله تفاوض، وفي الاخر المفاوضات يا اما بتنجح يا اما بتفشل. والسيستم ده اللي دايما بينجح الاهلي. البطولات دي بتيجي من ايه؟ الانجازات دي بتيجي من ايه؟ من السيستم. الاسس اللي انت حاططها، النظام اللي انت حاطه وبتمشي عليه. ما بتخليش اي حاجه خالص تخليك تخرج عن النظام ده او تستثنى حاله من الحالات، ده ما بيحصلش. انت بتبقى عارف اللي مطلوب منك بتشتغل عليه بتنفذه، قد تتلاقى الرغبات وقد لا تتلاقى، لكن في نفس الوقت والاهم بالنسبه للنادي الاهلي والمسؤوليه والجمهور مصلحه الاهلي فوق اي شيء. فده اللي احنا متاكدين منه، وده اللي احنا عارفينه وحافظينه صم في النادي الاهلي يعني. وعندنا ثقه كبيره جدا في كل المسؤولين اللي موجودين في النادي الاهلي ان هم بيبقى همهم الاول والاخير مصلحه النادي. طيب بتلاقي، وانا بستغرب بصراحه بعض الاعلاميين، مش كل، ويمكن هو واحد بس مثلا، كل يوم، ودي حاجه غريبه، كل يوم في كل حلقه في انفرادات، ازاي ما اعرفش، انا ما اعرفش ازاي، بس بيبقى في انفرادات ويقول لك انفراد وعلى مسؤوليتي الشخصيه فلان خلص في الاهلي، على مسؤوليتي الشخصيه فلان مشي من الاهلي. تيجي بقى اخر السنه كده تشوف لو هم 20 انفراد طلع منهم انفراد واحد بس صح، يبقى كده ده انجاز، بيطلع كله غلط.
ومش هي دي الشطاره، او مش هي دي يعني الحاجه الجامده قوي ان انا اطلع كل حلقه هنا مثلا اجي اقول لكم انا معايا خبر جامد قوي، خبر حصري، الخبر ده مش هسمعه في اي حته، ابقى انا بالف بصراحه. لو كل يوم عملت كده مفيش كده، مفيش كده في الاعلام، مفيش كده في اي حاجه في الدنيا، ان انت كل يوم عندك انفراد وعندك حاجه حصريه، ده ما بيحصلش. ممكن كل فتره تطلع بخبر حصري ليك، كل فتره تطلع بمعلومه تكون متاكد منها وتقولها، لكن مش كل يوم ده بيحصل. لكن للاسف اللي بيضايقني شويه وبيضايق بعض جماهير النادي الاهلي ان انت بيبقى فيه تركيز على النادي، على الاهلي نفسه، ناس عايز يمشي ناس او عايز يقول اي اخبار يقول لك ده فلان مش فلان، قعد فلان، جدد فلان، جه ده ما فيش الكلام ده خالص. كل اللي اقدر اقوله لحضراتكم ان الاهلي متمسك بكل اللاعبين اللي موجودين في قائمته دلوقتي واللي مكملين معاه لاخر الموسم وفي ظهرهم وبيساندهم وبيساعدهم، تمام، علشان هم مكملين في عدد كبير جدا من الالقاب، وكلنا في حاجه كبيره للالقاب دي، كلنا عندنا ثقه كبيره جدا فيهم، فاحنا كلنا بنساند وبندعم المجموعه الموجوده، وما بنلتفتش ابدا ابدا لاي خبر بيتقال عن اي لاعب سواء هيقعد او هيمشي او الكلام ده كله. ده تاكيد، ولازم تبقوا واخدين بالكم من خلال الفتره الحاليه دي اللي ما فيهاش ماتشات او ما فيهاش اي اخبار، فهتلاقوا الاكاذيب كتير او الاجتهادات كتير. مش عايز اقول اكاذيب لان كل واحد حقه طبعا ان هو يجتهد، بس هتلاقوا اخبار من النوع ده كتير، فما تصدقوش كل حاجه. والاهم دايما التوفيق باذن الله يكون حليف النادي الاهلي في مختلف الملفات اللي بتدار داخل النادي، وبالتحديد كمان فريق كره القدم اللي مقبل على تحديات هامه جدا، ابرزها طبعا المباراتين المقبلتين امام فريق الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا. طيب